السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. اذا الدراري في هذه الحلقه هذه عندنا كاس العالم للانديه بالوداد الخوت بطل ديال دوري ابطال افريقيا. اذا الخوت في هذه الحلقه هذه غنلعبوا كاس العالم للانديه اللي غيكون بالوداد الدراري، اللي غيكون في الحقيقه كذلك في هذا المطلع من هذه السنه هذه في شهر 12 الدراري في الصين. اذا الخوت بلا ما نطول عليكم اكثر، اللي مازال ما مشترك يشترك معنا، خليو معاكم شي لايك باش تقصر هذا الفيديو هذا، وخليونا نبداو ديريكت الدراري. اذا كما كتشوفوا احنا حاليا مباراة الخوت اللي غتكون عندنا في الربع امام بطل اسيا اللي هو الهلال السعودي الدراري، ومن جهه ثانيه كاينه مونتيري وكاينه اوكلاند سيتي. اذا الخوت لعبوا هذه المباراه هذه ديال الربع، الا تاهلنا الدراري غنتاهلوا للنصف، غنواجهوا الخوت ربما بطل ديال دوري ابطال اوروبا اللي هو ريال مدريد، ولا البطل ديال ليبرتادوريس الدراري. اذا هذو هما المباريات الخوت اللي غنلعبوا حاليا. دابا الدراري غنديروا التالي وغندخلوا مباشره الماتش ديالنا اللي عندنا مع الهلال السعودي في مباراه الربع. اذا الخوت كما كتشوفوا عندنا مباراه مع الهلال السعودي في مباراه الربع ديال كاس العالم للانديه الدراري. اول حاجه غنوريكم الخطه ديال اللعيبه الدراري ديال الوداد باش نلعبوا هذه المباراه هذه. اذا كما كتشوفوا الخوت عندنا هنا في راس الحربه مبينزا الدراري، وعندنا كذلك هنا بنيشو الخوت، وعندنا المتراجي الدراري، وعندنا كذلك هنا الحسوني، وعندنا جبران، وعندنا الجعدي في وسط الميدان. اما بالنسبه للدفاع الخوت عندنا هنا كومار الدراري واشرف داري، وعندنا العملود الدراري، وعندنا عطيه الله والتاغنوتي في الحراسه. اذا هذه هي تشكيله الوداد الخوت باش نلعبوا هذه المباراه هذه، مباراه الربع ديال كاس العالم للانديه. اذا نديروا التالي الخوت وندخلوا المباراه ديالنا مباشره اللي كتجمعنا مع الهلال. اذا الى المباراه مباشره. اذا الوداد الدراري والهلال السعودي الخوت مباراه الربع نهائي ديال كاس العالم للانديه، غنديروا ديريكت ركله البدايه. Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find. اذا على بركه الله الخوت بدات الكره عند الهلال السعودي. نحاولوا الخوت نبقاو ضاغطين نتغلبوا في هذا الماتش هذا اللي كاين الدراري في الربع النهائي ديال كاس العالم للانديه، ونتاهلوا المباراه الخوت للنصف اللي غتكون الدراري مع بطل اما ليبرتادوريس واما ريال مدريد الدراري بطل ديال دوري ابطال اوروبا. اذا هذه الكره لا زالت هلاليه، يلا العملود حاول تقطع هذه الكره هذه. اذا لا زالت هجمه الدراري للهلال، واحد يقطع، اذا اشرف داري كيقطع باس من هنا، يلا الجعدي، الجعدي مره اخرى هنا جبران، جبران باس للحسوني، حسوني كره طويله هنا لمبينزا، لكن كان في موقع ما تسلل وضاعت الكره الاولى. اذا هذا هو التسلل الخط اللي كان على مبينزا مع الدفاع ديال الهلال السعودي. يحاول تمريرها من بين المدافعين، تسلل الخوت مره اخرى هنا على الجعدي الدراري، الكره اللي كانت مع عند الحسوني لكن كان في موقع متسلل، كان بامكاننا الخوت نديروا الهدف الاول لكن ضاعت هذه الكره هذه على الوداد. انطلق الى الامام بسرعه، يلعب كره بينيه، كره جميله تسديده من اول. يا الحسوني الخوت ضاعت له هذه الكره هذه، لكن الحكم على ما اظن كيحتسب خطا هنا على جبران الدراري في هذه اللقطه هذه امام الدفاع ديال الهلال. اذا خطا ودادي الخوت قريب على المرمى، نحاولوا نركزوا على هذا الخطا هذا. اذا هنا الخوت عندنا العملود لكن غنخسروا هنا، نخليو جبران هو اللي غيتيري هذا الخطا هذا. اذا هنا جبران امام الحارس الخوت ديال الهلال، نحاولوا الدراري نركزوا ونجيبوا هذا الخطا هذا. يلا جبران، جبران لكن الخوت كان تقريبا على المرمى وضاعت الكره هذه للوداد. اسوء نتيجه في كره القدم عزيزي المشاهد هي التعادل السلبي، لان كرة رأسية خطيرة لم يكن محبوبا. كاع الجعدي، الجعدي كيطلق كرة طويلة هنا عطيه الله، عطيه الله كيخرج كرة هنا، يلا بنيشو، بنيشو كيرفع كرة العريضة الدراري، العريضة الكرة هذه مرة أخرى، لكن الدفاع الدراري وضاعت هذه الكرة هذه ميقاسية الدراري اللي كان ديال جبران. إذا كترجع كرة هنا للهلال السعودي مرة أخرى. يلعب كرة طويلة. اذا سال الماتش الخوت على نتيجه 0-0، غنتقلوا الاشواط الاضافيه الدراري بهذه النتيجه هذه. اذا ننتقلوا الدراري مباشره ونحاولوا نتاهلوا الدراري المباراه ديال نصف النهائي ديال كاس العالم للانديه. اذا هنا بدايه الشوط الاول الدراري الاضافي، نحاولوا الخوت نبقاو مركزين ونجيبوا الهدف الاول باش نتاهلوا الخوت المباراه ديال النصف. اذا هذه كره للهلال، ما حاولوش يضربوا علينا الخوت من البدايه. الله جبران خرج كره هنا لبينزا،
بنزيما راه خرج خرجوا باس لكن ما وصلش للجعدي. جعدي مازال كيضغط. يلا الجعدي الجعدي وضاعت ضاعت هذه الكره هذه على الوداد. يلعب كره بينيه بنزيما الخوت كيجيب الهدف الاول 1-0 الوداد الدراري على الاهلي في الدقيقه 103. اذا هذا هو بنزيما الدراري الهداف ديال الوداد كيجيب 1-0 على الهلال السعودي الخوت. مباراة ديال الربع نهائي ديال كأس العالم للأندية. إذا 1-0 الخوت كما كتشوفون بينزا هو اللي ماركا الهدف هذا. هذه الإعادة الدراري للهدف كما كتشوف الخوت الاستلام كان هنا أمام الدفاع ديال الهلال وهنا جبران الخوت اللي خرج هذا الباس هذا ومباشرة في الشباك الدراري ديال الهلال. إذا 1-0 للوداد الخوت وتقدم مستحق في الدقيقة 103. اخر كره الدراري اللي كان ديال جبران وصل الماتش على النتيجه 1-0. اذا الوداد الخوت كتاهل مباراه نصف النهائي ديال كاس العالم للانديه على حساب الهلال السعودي الخوت مباراه الربع. من النتائج كما كنشوف الخوت هنا اوكلاند سيتي كتقسم مونتيريا الدراري في مباراه الربع كذلك. اذا الوداد واوكلاند سيتي هما اللي كيتاهلوا نصف النهائي ديال كاس العالم للانديه. عندنا الخوت المباراه هنا مع بطل ديال ليبرتادوريس اللي هو ريفر بليت الدراري. ومن جهه ثانيه كاين ريال مدريد مع اوكلاند سيتي. اذا هذا هو نصف النهائي ديال كاس العالم للانديه الخوت. اذا نديروا التالي الخوت وندخلوا على المباراه هذه مباراه النصف مع ليفر بليت. اذا الوداد الخوت ليفر بليت مباراه ديال النصف النهائي ديال كاس العالم للانديه الدراري نحاولوا الخوت نتغلبوا في هذه المباراه هذه كذلك ونتاهلوا للفينال ديال كاس العالم للانديه. فإلا تأهلت الريال الخوت غتكون مباراه ديال الريال والوداد في مباراه الفينال. اذا نديروا ديريكت ركله البدايه. اذا الخوت على بركه الله لاعبين مع ليفر بليت في مباراه ديال نصف كاس العالم للانديه الخوت نحاولوا نغلبوا هذا الماتش هذا كذلك ونتاهلوا لمباراه الفاينال الخوت. وما كرهناش تكون الريال مدريد اللي غيكون ماتش تاريخي الدراري الوداد الفينال اللي غيكون مع الريال. اذا هذه كره وداديه مره اخرى الحسوني تلقى باس هنا. يلا جبران نحاول نطلقوا باس طويل هنا لبنزا. بنزا مره اخرى هنايا لمترجي. مترجي مازال كيحسب الكره هذه. يا مترجي المترجي ضاعت لك الكره وترجع هجمه الخوت مباراه لليفر بليت. يلا واحد يقطع الكره هذه هنا لانسلال الخوت. يلا كومارا كومارا حاول تقطع هذه الكره هذه هنا عطيت الله الدراري هنا في التصدي. طلق باس طويل هنا مره اخرى الجعدي. طلق باس يلا الجعدي اللي هنا لبنزا. بنزا كيطلق كره طويله هنا للحسوني. الحسوني كيخرج كره يلا الحسوني. الحسوني مازال كيحسب هذه الكره هذه. حاولوا نرفعوا هذه الكره الخوت مباشره لكن ضاعت هذه الكره هذه على الوداد. هدف عالمي الخوت ديال الجعدي الدراري. اذا 1-0 الدقيقه 24 كما كنشوف الخوت الجعدي الدراري على الطريقه ديال ليونيل ميسي كيماركي الهدف الاول. اذا 1-0 للوداد الخوت وهذه هي الاعاده المباراه الخوت كما كنشوفوا هنا الباس اللي كان ديال جبران والاستلام هنا ديال الجعدي الخوت ولوب في الشباك الدراري 1-0 على ليفر بليت. يلعبها ببراءه. ضاعت الخوت الكره هذه ليان بنزا التسديده اللي كانت من خارج المرمى الخوت لكن ضاعت على الوداد والنتيجه لا زالت 1-0 تقدم ودادي الخوت. اذا حنا في الطريق باش نتاهلوا للفينال ديال كاس العالم للانديه. يلعب كره بينيه. الهدف الثاني الخوت كما كتشوفوا. اذا 2-0 الدراري ديال الوداد وهذه المره هذه بنيوشي هو اللي مارك هذا الهدف هذا. هل يمكن ان يستغل الفرصه ان يسجل؟ الان امكانيه المرتده. اليوم الاداء الدفاعي غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. إذا صلى الماتش الخوت كما كتشوف النتيجة 2-0 الدراري على ليفر بليت. إذا تأهل مستحق الوداد الخوت المباراة الفاينال اللي غتكون إما ريال مدريد ولا أوكلاند سيتي. إذا هذو من النتائج كما كتشوفوا الخوت الريال هي اللي كتأهل الفينال وإذا الوداد وريال مدريد في نهائي ديال كأس العالم للأندية. اذا الوداد الخوت الريال مدريد كما كتشوف الخوت عندنا مباراه الفاينال مع الريال. اذا التشكيله تبقى كما هي الدراري. اذا نديرو ديريكت ركله البدايه. في كل مكان مرحبا بكم معنا في هذه
إذن الخوت على بركة الله، هنا البداية كتبدأ الخوت الكرة عند الوداد يلا بنزا مرة أخرى جبران نحاولوا الخوت نزيرو في هذا الفينال هذا، ولما لن توجوا الخوت بكأس العالم للأندية رفقة الوداد. إذن ضعتنا الدراع الكرة هذه وكترجع هجمة لريال مدريد مرة أخرى، يلا واحد يقطع، يلا الجعدي، يلا هنا العملود أمام مارسيلو، خرج كرة من ناطق الدفاع، يلا الجعدي كيطلق باس طويل هنا مرة أخرى بنزا لكن ما وصلش هذه الكرة هذه مرة أخرى جبران، هنا عطيت الله الدراري الانفراد عطيت الله، يلا نحاول نطلقوا باس هنا بنيشو، يلا بنيشو اللي عطيت الله مرة أخرى، عطيت الله لبنيشو كيخرج باس هنا جبران، يلا جبران لكن كورتوا الدراري كورتوا كيتألق وكيجيب هذه الكرة هذه وضاع. فرصة للتسديد يصل حارس الكرة حتما يستعيد الكرة بسرعة يمر ويلعب كرة بينية كرة وحالة انفراد تلعب الكرة إلى الأمام فينيسيوس جونيور قد تكون هذه فرصته تغيير اتجاه اللاعب على اليمين الله يا ولد شوف الإبداع شوف اللمسة الحلوة شيل كرة فرصتهم الأخيرة قبل أن ينتهي كل شيء وأجمل بينية كرة تعود للخلف ويلعب كرة عرضية يلعبها. إذن الخوت صلى الماتش على إثر نتيجة 0-0 غنتقلوا الأشواط الإضافية مع ريال مدريد الدراري مباراة ديال الفاينال كأس العالم للأندية الخوت أول إضافية الدراري وكرة ودادية إذن هذه الكرة الخوت هنا كومارا مرة أخرى تلق باس يلا الحسوني ضاعتنا من البداية الدراري وكترجع كرة للريال يلا ما يغفلوناش الخوت يماركوا علينا الهدف أول يلا الجعدي خرج كرة طويلة يا الجعدي الخطأ ما كيحتسبوش الحكم ونعود الآن مع انطلاقة شوط المباراة الثاني ربع ساعة فقط قوية من داني سيبايوس يحاول أن يلعب كرة بينية من سيستلم هذه التمريرة الطولية إذن الخوت مبقاولو تسالى الماتش والنتيجة 0-0 وغنتقلو ديريكت الخوت لضربات الترشيح إذن الخوت ضربات الترشيح بين الريال والوداد الخوت في نهائي كأس العالم للأندية إذن الريال الخوت والوداد كما كتشوفو الخوت نتمنو توجو الخوت في هذا اللقب هذا ضربات الترشيح مع الريال هنا أمام العملاق كورتوا الدراري وأول تحدي الخوت اللي غيكون ديال بنيشو إذن بنيشو والركلة الأولى لنادي الوداد مع كورتوا يلا يا بنيشو نحاولوا نركزوا الخوت ونماركيو هذه الكرة هذه اللي لبنيشو على كورتوا بنيشو الخوت كيوضع الهدف الأول إذن لحد الآن الوداد متقدم الخوت على الريال بواحد الدراري كما كتشوفوا هنا التاكناوتي الخوت الاختبار اللي غيكون صعيب ديال التاكناوتي هنا أسونسي هو اللي غينفذ الركلة الأولى للريال هنا الخوت كما كتشوفوا التعادل صبحت 1-1 إذا المنفذ الثاني كما كنشوف الخوت هنا المتراجي الدراري مع كورتوا يلا المتراجي نحاول نحطوا هذه الكرة هذه المتراجي الخوت كيحط هذه الكرة هذه وهنا التفوق للوداد على ريال مدريد 2-1 يلا هنا البينز مع التاكناوتي الخوت يلا التاكناوتي حاول يجبد هذه الكرة هذه كيجبد هذه الكرة الخوت أمام البينز إذا النتيجة بقات 2-1 هنا الدراري بينزا مع كورتوا الخوت الركلة الثالثة للوداد يلا نحاولوا نماركيو هذه الكره هذه مع كورتوا يلا بنزا امام كورتوا نحاولوا نحطوا هذه الكره هذه بنزا كيحط هذه الكره هذه والتفوق قال الوداد 3-1 الخوت الركله الترشيح اللي مجنون الخوت مع الريال هنا هازارد الدراري امام تاكناوتي يلا يا تاكناوتي حاول جبد هذه الكره هذه وخلينا النتيجه تبقى 3-1 يلا هنا هازارد امام تاكناوتي يلا تاكناوتي كيجبد هذه الكره هذه الدراري وبقات النتيجه 3-1 للريال إذا ضيعوا جوج الخوت كرات هنا الدراري المنفذ الرابع ديال الوداد كما كتشوف الخوت الجعدي إذا الجعدي مع كورتوا يلا نحاولوا نحطوا هذه الكرة هذه الجعدي أمام كورتوا يلا الجعدي للأسف كيضيع هذه الكرة هذه كورتوا كيجبد الكرة هنا الخوت الركلة الرابعة كما كتشوفوا الخوت عفوا الرابعة للريال أمام التاكناوتي يلا التاكناوتي حاول يجبد هذه الكرة هذه التاكناوتي كيجبد هذه الكرة هذه الخوت الوداد والوداد هي اللي كتوج بهذا اللقب هذا الدراري بضربات الترشيح
مع الريال الدراري في نهائي كأس العالم للأندية. تاغناوتي هو رجل ضربة ترشيح الخط كما كنشوفوا، شت ثلاثة الكرات للريال، ماركة واحدة فقط، بقات نتيجة 3-1 وتتوج الخط مستحق لنادي الوداد. إذا الخط سال هنا، كنشكركم على المشاهدة ديالكم، إلا بغيتوا شي فكرة أخرى خليوها لي في التعليق، فتحياتي لكم. الله.